لكن خلينا نروح للإسرائيليين ينقذون سائقا مصريا تعرض لحادث في سيناء بعد تأخر إسعاف قرابة ساعة. إيه القصة؟ ده جاء على موقع القناة الثانية الإسرائيلية ماكو، بيتكلم على أن في سائحين إسرائيليين أثناء عودتهم من منطقة طابة فكانوا مستقلين أحد التاكسيات أو وسائل النقل في طريقهم إلى الحدود الإسرائيلية عند المعبر، فوجوا من على الجانب الآخر في سيارة تاكسي مصرية طبعا بتمشي بسرعة جنونية، والسائق لا يستطيع التحكم في السيارة فانقلبت، فطلبوا من السواق اللي بيسوق بيهم انهم يتوقف، فهو كان رفض، فقالوا لا ده ربما يكون فيها إسرائيليين، فالراجل طبعا وقف، فانتقلوا على الناحية التانية واسعفوا السائق المصري وكان اصيب بنزيف في المخ بسبب الارتطام. طبعا هما قالوا ان الراجل ده بيقول الاثنين الاسرائيليين دول بيقولوا كان ضمن الاسرائيليين الموجودين معانا كان فيهم ناس طبعا متدربه على كده في الجيش الاسرائيلي في موضوع الاسعافات الاوليه، وابتدوا يتجهوا ليه وعملوا على افاقته بالطرق اللي هم اتعلموها، لكن كان الشاهد في الموضوع ان قالوا ان الاسعاف المصري تاخر اكتر من 45 دقيقه، ولولا ان هم تدخلوا كان سيفارق الحياه. ده يقول لك بقى فاكر لما نرجع بقى لقصه الاسعاف اللي عايزين يزودوها، زي ما قلنا كده بدل ما تزود الاسعاف يعني اعمل زياده خدمه، ارفع فعاليه الخدمه. وكمان نقطه ان حتى المصريين اللي كانوا موجودين على الطريق وتوقفوا يتفرجوا عليهم، لان المواطن المصري ما عندوش خلفيه الاسعافات الاوليه، كلهم كانوا بيتفرجوا عليهم، فدي برضو عمل ملمح ده. واشار برضو الى الطريق ان الطريق نفسه كان صعب جدا بالنسبه للقياده الليليه، وان الطريق مش مجهز ولا باسعافات ولا بطرق اناره ولا بطرق استغاثه، فده طبعا كلها سردت في التقرير اللي اتكلم فيه ان هذا الطريق المظلم الذي اذا وقع فيه انسان لا يامن على حياته، فكلها طبعا يعني اسقاطات على واقع المصري المر في عدم إغاثة الناس وأيضا عدم جاهزية الطريق للإغاثة.